يعني في كمية أحراج بالأسئلة. من بعد أسابيع قليلة من عرض برنامج أكلناها لباسم ياخور ويلي حقق نجاح ملحوظ، كان لازم نسأله عن هالتجربة. البرنامج صعب مانو سهل، صعب بكل المعايير والمقاييس، لأنه أنت بمنافسة مع ضيف، الحلقة خاضعة أحياناً لمزاجك أو مزاج الضيف، ما بيصير إذا كان المزاج تبع الضيف واقع بدك ترفعه أنت. زائد فيها أكلات صعبة وفيها أحراج. نبدأ التحدي. شرف. أما من بعد الأصداء الواسعة يلي حققها البرنامج، فهل جعلت ياخور يفكر بتكرار التجربة؟ إنه ما غلط إنه النجم أو الممثل اللي عنده popularity، يعني خلينا نقوله عنده جمهور، يقدم برنامج هو already بيجيب جمهور لهذا البرنامج، بس بشكل أساسي أنا بالتمثيل. ياخور عم بيعيش حالة من النشاط الفني أيضاً، خاصة برمضان وعرض مسلسله الحرم لك. بربيكم واحد يوم للتاني. ولذلك سألني عن رأيه بالأعمال الدرامية العربية المشتركة. أنا ماني دائماً مع هالمعادلة المناسبة، يعني إلا إذا كانت ضرورية جداً، يعني ما تكون هي وصفة لأنه لازم نعملها كل سنة. لكنتوا شو طينتكم؟ بدل ما تعملوا اللي عليكم واللي عليكم كتير، رايحين عم تدوروا على الانس والانبساط. وكمان رأيه بعودة الممثلين السوريين والأعمال السورية برمضان. اليوم نحن بدأنا نشوف رجعة للدراما السورية، بمعنى الدراما السورية بشكل كويس على المحطات، رح يكون الفرق ملموس برمضان، وإن شاء الله نوصل لمرحلة السياسة ما تأثر على الفن. ليك ما بدها تعصيب القصة؟ شو لهلا ما طبخت؟ والله لسه ما خلصت تخليط الفاصولية، نص ساعة بيكون الأكل جاهز. وأخيراً بشوف ياخور أهمية كبيرة للدراما السورية. مهمة دراما السورية، بس دراما السورية صار فيها هجرة مثل ما صار بكل الحالة السورية. اليوم هاي الكفاءات السورية اللي عم تشتغل بالوطن العربي ترجع تشتغل دراما سورية بشرط صحيح، بتعمل شيء كثير مهم. فيديو نسجله لأبوي وأمي وأخوي وأختي.